أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من القاهرة نقلب فيها في أوراق الوطن لهذا اليوم. والبداية كالمعتاد بمجموعة من أهم وآخر الأخبار على الشأن المحلي خاصة. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين والملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية. وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة، مؤكدا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بما يعزز من جهود العمل العربي المشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بأخيه جلالة الملك الأردني ضيفا عزيزا على مصر، مشيدا سيادته بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك. كما عقدت قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. تناولت القمة العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة. وأكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا المشتركة بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومي العربي ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك والقضايا العربية وشعوب المنطقة. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء ومواساة لشقيقه الرئيس سالفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ونائبه الأول رياك ماشار ولحكومة وشعب جنوب السودان، وذلك في وفاة وزير الري والموارد المائية ناوا بيتر قادكوث، داعيا الله عز وجل للفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كان السيد قادكوث كان أحد قامات العمل الوطني المخلص في القارة الإفريقية حيث أفنى حياته دفاعا عن قضايا وطنه، وكان شديد الحرص على دوام التواصل والعمل المشترك مع المسؤولين المصريين لتنسيق المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارات والجهات المعنية لتدبير احتياجات القطاع الطبي من خلال آلية الشراء الموحد، مشددا على أهمية الإسراع في توفير تلك الاحتياجات لتدبير متطلبات هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بحضور رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ورئيس هيئة الدواء وممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية ومصلحة الجمارك، حيث تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لحل أي مشكلة تطرأ وتذليل العقبات وتوفير الاعتمادات المطلوبة على الفور لتوفير الأدوية والأمصال وغيرها من المستلزمات الطبية. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير التجارة والصناعة نيفين جامع تقريرا حول ما تم من أعمال وفعاليات خلال انعقاد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وكذا متابعة لاجتماع منظمة التجارة العالمية.
واستهلت وزيرة التجارة والصناعة اللقاء بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين على هامش المنتدى، وكذا مع شركات ومسؤولي شركات روسية لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري. ونوهت الوزيرة إلى الإقبال الذي حظي به الجناح المصري من جانب المشاركين في فعاليات المنتدى، الذين أشادوا بمستوى الجناح ودوره في توضيح حجم التطورات التي شهدتها مصر مؤخرا في مختلف المجالات والقطاعات. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير البترول والثروة المعدنية جهود تنفيذ التكليفات الرئاسية في عدد من ملفات العمل، وشهد الاجتماع متابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول بالإضافة إلى جهود توفير الاحتياجات البترولية. وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، ولا سيما مع تأثر قطاع الطاقة جراء الظروف العالمية الراهنة. وأكد وزير البترول دعم القيادة السياسية للنشاط الخاص بمنتدى غاز شرق المتوسط والحث على استدامة ملف الطاقة في المنطقة والتعاون بين الدول الأعضاء به. في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، تواصل المراكز الطبية الثابتة والمتنقلة عملها من خلال مبادرة طرق الأبواب، وذلك لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض. 220 ألف مواطن تم تطعيمهم خلال المرحلة الثانية لمبادرة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا التي تتضمن 4 محافظات: القاهرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية. ليصل عدد المستهدفين خلال المرحلتين الأولى والثانية لتلك المبادرة 3.5 مليون مواطن. دي إحدى المبادرات الرئاسية، وإحنا بدينا فيها من يوم 11/6 لحد 30/6، 3 أسابيع، ودي فرصة لجميع المواطنين اللي فاتوا الجرعة الثانية أو الأولى أو الثالثة. إحنا موجودين في كل مكان وقريبين منه في كل حتة. إحنا متواجدين في العيادات المتنقلة، في المترو، بنروح المصانع، بنروح النوادي، وأي حد ساقط عنده الجرعات بيخش تاني بنعمل إعادة تسجيل للجرعات اللي هي وساقطة، وبيكمل حاجته تاني خالص اللي هي التنشيطية. وإحنا مستهدف مصر القديمة 52 ألف، ويعني في إقبال طبعا كبير جدا على الحملة، على أساس إن إحنا في الناس اللي فاتت الجرعات عندها وكانت أيام الزحمة. عندنا كل أنواع الطعوم متوفرة الحمد لله. السادة الصيادلة اللي موجودين في المركز هم اللي مسؤولين عن الاحتفاظ بالطعوم دي في الثلاجات مخصوص بتعليمات جاية لنا من المديرية. كل طعم ليه طريقة التخزين الخاصة بيه. المبادرة تتم وسط إجراءات احترازية غير عادية مع توافر التطعيمات بكافة أنواعها للمواطنين، والتي تتوافق مع طبيعة حالتهم الصحية. العربية المتنقلة بيكون فيها مدخل وبيكون فيها تمريض، بنوفر معاه كل انواع التطعيمات ايا كان التطعيم اللي واخده المواطن. لو هو جرعه اولى بيلاقي الجرعه الثانيه عندنا، او لو هو تحت السن بيلاقي عندنا لقاح مثلا زي فايزر او اللقاحات اللي معترف بها في الصفر، كلها بتكون متوفره. وطبعا بيكون السيستم شغال، تعليمات الوزاره بنسجل بيه على طول. بننزل بفرق توعيه وتحريك مجتمع، وبنعمل حشد للناس وبنوعيهم يعني ايه تطعيم وايه اهميته، وبنرد على كل استفساراتهم. بننزل معاهم في الاماكن اللي فيها ناس كتير زي الميادين وزي محطات المترو، وبننزل الجمعيات وبننزل المراكز الطبيه وبنرد على كل استفساراتهم. لو في اي مشكله في الجرعات طبعا ده بيواجهنا، بندخلها على السيستم ونبتدي نعمل له جرعه تنشيطيه بتاعته عشان ياخد الجرعه بتاعته. وكل ده طبعا بيبقى فيه مده زمنيه بين كل جرعه والتانية. لازم اتاكد منها اسم اللقاح. عرفت اسم اللقاح بفتح الكولمان بتاعي واعمل السرنجه، بس طبعا ببقى لابسه جلافز وادي له الحقنه واقول له لو حصلت باي اعراض بوجهه. طبعا لو في اعراض ماشي، مفيش خلاص، واشوف حسب المصل اللي واخده ان كل مصل بيختلف غير التاني. المواطنون اثنوا على تلك المبادره لما يتم لهم من اجراءات ميسره خلال عمليه التطعيمات. الله عملوا معانا اللازم ودونا الجرعه الاولى والثانيه، وبعتوا لنا دلوقتي رساله تعال خد الجرعه الثالثه، وكله متوفر والحمد لله رب العالمين. لما جيت هنا خدت التطعيم وحكوا لنا كل حاجه واعراض
الجانبيه بتاعه التطعيم وان اللقاح ما فيهوش اي اضرار. حمله طرق الابواب واحده من المبادرات الرئاسيه الفاعله التي تستهدف الوصول لتطعيم المواطنين اينما كانوا كاحد الاجراءات الاحترازيه لمواجهه المرض ومنع انتشاره. محمد حلمي، النيل. التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم في لوكسمبورغ رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل قبيل بدء الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الأهمية والطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين الجانبين. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة غريب 8، والذي استمر لعدة أيام، وذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة غريب 8، والذي استمر لعدة أيام، وذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب عبد الحميد سيد أحمد مدير إدارة الحرب الكيميائية كلمة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإدارة الحرب الكيميائية. تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الحرب الكيميائية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر لمنظومة التأمين الكيميائي لتضاهي أحدث الأنظمة بكافة الجيوش المتطورة في ذلك المجال. كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، مشيدا بمنظومة العمل المتطورة داخل إدارة الحرب الكيميائية في الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية. وفي سياق متصل، تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة مركز التحكم الآلي للرصد البيئي والإشعاعي لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومعرضا يضم أحدث منظومات التأمين المتطورة في مجال الحرب الكيميائية والتي تخدم جهود التنمية الشاملة للدولة ودعم المجتمع المدني. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد عددا من مراحل المشروع تم خلالها عرض التقارير لكافة العناصر التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مختلف المراحل. كما ناقش عددا من المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم وكذلك الأسلوب الأمثل لمواجهة المواقف الطارئة للتأكد من مدى قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا بما يسهم في الارتقاء بمنظومات التأمين الكيميائي للقوات المسلحة. قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، ونجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 145 فدانا من مزارع البانجو. كما تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط عربة تحمل لودر مخبأ بداخلها 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم،
بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء. قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 145 فدانا من مزارع نبات البانجو. و59 فدانا من جوهر الهيدرو المخدر، وذلك بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية. كما تم ضبط 4 أطنان من نبات البانجو الجاف، و107 كيلوغرامات من جوهر الحشيش، و700 كيلوغرام من بذور المواد المخدرة المختلفة، ومصنعين للحشيش بمشتملاته، وكذا مكبس حشيش. كما تمكنت عناصر حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط لودر مخبأ بداخله 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر. و20 لفافة من مخدر الهيدرو بإجمالي 8 كيلوغرام. وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي تم ضبط عربة بها 800,000 قرص مخدر، وبندقيتين مختلفتين في الأعيرة، و21 لفافة بها مشغولات فضية بإجمالي 43.5 كيلوغرام. هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع وتسعى إلى الإضرار بالأمن القومي المصري. عشرات الآلاف من الكيلومترات شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية ضمن مشروع شبكة الطرق القومية، نظراً لأهمية تلك الطرق كشريان للحياة والاقتصاد في مصر. واليوم نرصد أحد تلك المشروعات، وهو تطوير طريق الإسكندرية مطروح الساحلي ليصبح بواقع 6 حارات للطريق الرئيسي و4 حارات للطريق الداعم، وذلك من الكيلو رقم 101 إلى الكيلو 156. في إطار التطوير الشامل الذي تشهده شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، والتي أحدثت انسيابية مرورية كبيرة على كافة المحاور، فقد تم رفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح الساحلي ليصبح 6 حارات مرورية للطريق الرئيسي و4 حارات للداعم من الكيلو 101 إلى الكيلو 156. كما تم إنشاء 9 كباري دورانات لتسهيل حركة السيارات دون اللجوء إلى التقاطعات المباشرة. كل كبري من كباري الدورانات مزود ب4 مطالع و4 منازل لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم أو الرئيسي، ليكون أمامه 4 اختيارات، إما منزل الطريق الداعم أو منزل الطريق الرئيسي في ذات الاتجاه أو الدوران، ثم يسلك منزل الداعم أو منزل الرئيسي في الاتجاه المعاكس. تم وضع لوحات إرشادية لتوجيه المواطنين إلى المطالع والمنازل الصحيحة، كما كثفت وزارة الداخلية من خدماتها المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتوجيه قائدي المركبات إلى المسارات الصحيحة على طول الطريق. وتم تزويد الطريق بمنظومة كاميرات مراقبة ورادارات ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط المروري وضمان الالتزام بالسرعات المقررة
وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية على طول الطريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفياً الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق. أهلاً بحضرتك دكتور حسن. أهلاً بيك مشاهد الكريم. اهلا بيك دكتور حسن. يعني احنا بنتكلم على عشرات الالاف من الكيلومترات ضمن هذا المشروع القومي الكبير لتحسين البنية الاساسية في مجال الطرق في مصر. المفهوم ان ذلك يعني يؤدي الى تيسيرات في كل مناحي الحياة وتنشيط للتجارة وما الى ذلك، لكن لو تحدثنا عن صعوبة الجزء الهندسي من هذه الخطة القومية او الجهود القومية، وكيف يعني في رأي حضرتك تقيم الحلول التي يتم وضعها سواء أعمال معدنية على الطرق أو كما رأينا في التقرير الأشكال المختلفة للتغلب على التضاريس وتوفير سيولة وانسيابية على هذه الطرق الجديدة؟ مساء الخير على حضرتك. المشروع بيخلو من العوائق بس بفضل الله من الخبرات اللي اكتسبناها على مدار السنوات الماضيه في مجال قطاع النقل وفي مجال الطرق والكباري، استطعنا ان احنا نتغلب على هذه العقبات بشكل اقتصادي وبرنامج زمني يعتبر يعني مضغوط دون التاثير على الجوده طبعا. فهذه المشروعات كما اشرت حضرتك من المشروعات اللي اسهمت في دعم عجله الاقتصاد المصري وفي تنميه الاقتصاد ودعم مشروعات التنميه المستدامه. لما نتحدث عن الطريق الدولي الساحلي اللي حضرتك بتتحدث عنه في هذه المداخله، ده يعني يعتبر من ضمن خطه الدوله حطاها لتنميه القطاع الشمالي الغربي من الجمهوريه تماشيا مع ما هو يقام من مجتمعات عمرانية جديدة ومن تنمية زراعية ومن خطة للدولة. يمكن من شهور قليلة كان دولة رئيس الوزراء أشار في أحد التصريحات أن هذه المنطقة نعم. من المخطط عمرانيا أنها تستوعب 30% من الزيادة السكانية نعم. فعلشان ده يحصل لابد أن يكون عندي بنية أساسية قوية تتناسب مع هذه الطموح اللي موجود لدى الدولة، وعلى رأس هذه البنية الأساسية بيأتي قطاع النقل بكافة وسائطه، لأن ليس فقط طريق الدولي الساحلي ولكن أيضا هناك القطار السريع اللي جاري المرحلة بتاعت العالمين مطروح العمل فيها على قدم الوثاق، هيكون لها أيضا دور في تنمية ودعم التنمية المستدامة ومشروعات كثيرة في هذه المنطقة عمرانيا وصناعيا وسياحيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات. تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصر عنصر إجرامي شديد الخطورة، وضبط عدد 473 عنصراً إجرامياً بنطاق 22 مديرية أمن. وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 289 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 56 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1171 قطعة سلاح ناري، أبرزها رشاشان 142 بندقية و104 بندقية آلية و63 مسدسا و860 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و130 خزينة، إضافة ل 1318 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 590,616 حكما قضائيا، من بينهم 2,335 حكم جناية، 207,340 حكم حبس، و 299,005 حكم غرامة، و 81,936 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهماً، قاموا بارتكاب 39 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 86 حادث ما بين قتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 136 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1555 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 1354 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يقرب من 7,250 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من بذور الخشخاش الأفيون وزنت 150 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب البنجو وزنت 125 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 40.5 كيلوغرام، كما تم ضبط أكثر من 15 كيلوغرام من مخدر الأفيون، وضبط أكثر من 9 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 9 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 14,529 قرص مؤثر، و 19,566 قرص ترامادول مخدر، و 18,979 قرص كيبتاجون، و 1,300 قرص إكستاسي. كما تم إبادة 125 فدان منزرعة بنبات القنب البنجو. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 386 مليون جنيه. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وكذلك تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة،